الإمام السيستاني. الله السلام عليك يا سيدي. هذا رجل السلام الأول بالعالم. بالعالم رجل السلام الأول. طبعاً لولا وجود هذه العمامة والشيبة المباركة اللي اختلطت هواي أمور عندنا بالعراق وخاصة عامي 2006 و2007 حقيقة أنا التقيت به مرتين ودخلت عليه وقعدت وسولفت وياه. يعني رجل حكيم بكل معنى الكلمة وصاحب عرفان صراحة. ذيب جواه الوقت طاحت سنونه وقام ياكل من لحمته ويما شات الشمته تضحك عليه تقول له عمري الخوف ما يبقى على واحد وانا خلص خوفي كله وجيت اشوف الخوفك انت الى جهنم وبئس المصير.